رامفير، بدي أطلب منك طلب هلأ، انزل لتحت. بصراحة أنا حابب ضل شوي لحالي لو سمحتوا، رجاء. طيب حبيبي، بس تحب انزل نحن بانتظارك. رامفير، أنا حاسة إنه إذا نزلت وقضيت الوقت تحت مع العيلة رح تنسى شوي القصة. أكيد ما رح أجبرك، انتبه على حالك. يلا خلينا نمشي. يا ترى شو بتكون سومان عم تساوي؟ يا ترى بيكون رامفير هلأ شرب الشاي الصباح؟ رافي، رافي في جبتلك شاي لتشربه، رح حطه هون. قوم لازم تشربه قبل ما تبرد يا رامفير، أحسن لك. شو قلتي هلا؟ عيدي اللي قلتي. أنا هذا الشاي أنت لمين عملتي؟ عملته إلك. عملتيه لزوجك مو؟ ومين هو زوجك يا مدام؟ مين زوجك؟ أنت، أنت يعني أنا زوجك مو رامفير؟ أنا اسمي رافي. إذا حضرتك نسياني اسم زوجك، ها؟ أنا بعرف كيف خليكي تتذكري الاسم منيح، ماشي؟ مبين ما عم تقدري تشيلي اسم رامفير من راسك بنوب، امشي. خلينا نتذكر اسم زوجك ونشوف كيف لازم نحفره براسك. متذكرة اسم زوجك ولا لا؟ رح أرجع ذكرك باسمي. أنا اسمي رافي يا مدام، رافي. رافي، رافي من فضلك سامحني، أنا ما رح أعيد هالغلطة أبداً، صدقني. ما رح أعطيكي فرصة تانية لحتى تعيدي هالغلطة. أوه. اختاري بأي لون بتحبي نكتب، أحمر، أخضر، أصفر. يلا الأزرق منيح. تعالي لهون، رح نبلش نكتب اسم زوجك هلا. هاتي إيدك، برجع بذكرك باسم زوجك رافي. شو اسم زوجك؟ اه رافي. ايه اسم زوجك ما بتنسي، رافي، رافي. هيك منكتبه. عادي، يلا عادي، يلا عادي. وهلا خدي، شايفه هالدفتر كله يلي رح تعمليه هلا انك تكتبي اسم زوجك على كل صفحاته وتقريه بصوت عالي. ها يلا بلش اكتبي، اكتبي. بسرعه رافي. منيح، شطورة شطورة شطورة، كتير منيح. بسرعة رافي، قريب صوت أعلى من هيك. رافي 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 رافي. يا شطورة شو اسم زوجك؟ رافي رافي رافي، مو رامفير، فهمتي؟ ليش ما عم تكتبي؟ يلا لشوف، خليكي عم تكتبي وبدي اسمع صوتك عم تقري كمان. رافي. ايه رافي. تمام رافي 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 رافي. مو ملاحظين انه من لما راحت سومان ماما ما عاد طلعت برات غرفتها، حتى بطلت انها تقوم من تختها. انا كتير خايفة عليها. نبور، حطيتي الفطور لرامفير مو هيك؟ بصراحة راح عن بالي موضوع الفطور كله. يلا رح حطه. ايه يلا روحي. نوبور، أنا اليوم رح حط الفطور لرامفير.
فطورك جاهز ابني. أنا ماني جوعان ماما، خديهن معك. ستك بتقلك لازم تاكل لو شو ما صار معك. هذا قدرك، وشو ما كان السبب لازم تتعايش معه. كلنا زعلانين من اللي صار. زعلانة؟ لا ماما، انتي مبسوطة. مبسوطة مو زعلانة. أصلاً انتي هذا اللي كان بدك إياه من الأول. انتي كان بدك سومان تتركني. تفضلي، هاي سومان تركتني، لازم تنبسطي بهذا الشيء. هلا يعني اللي انت بدك يا صار، يلا فيكي تحتفلي. انت لإمتى رح تضلك ما تفهمني ابني؟ كل عمري بتمنى لك الشيء المنيح وما بدي تزعل ابدا. ماما بجوز دائما انت بتتمني لي الشيء المنيح، بس انا حياتي تدمرت هلا. أنا خلص انتهيت. لا، ما بصير تحكي هالحكي، ما بدي اسمعه منك. ماما لو سمحتي تركيني لحالي رجاء. بس كل فطورك. رافي، أنا رح روح على الحمام وأنت خليكي عم تكتبي، وبدي اسمع صوتك لجوا، لا توقفي. رافي 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 رافي. ماما. ايه ابني. ماما بدي اروح لعند بابا هلا. ماما انا راسي كتير عم يوجعني وحاسس حالي بردان كتير هلا. حبيبي مرتفع حرارتك. ماما بدي اروح لعند بابا لو سمحتي. بدي روح لعند بابا لو سمحتي خديني. طيب فير، بس بالأول ارتاح شوي، رح جيب قطعة قماش ومي مشان أعمل لك كمادات. ماشي. تصير منيح حبيبي، شوي وبتتحسن. رافي؟ وينو رافي؟ راح على الحمام ماما. حبيبي؟ شو صاير معه خبريني؟ ما بعرف، حرارته مرتفعة كتير. شو هالقصة؟ مو مشكلة يا روح ستك، انت رح تكون منيح عن قريب لأنك بطل وقوي، مزبوط؟ شوي وبتنزل حرارتك. يلا ستي أنا بدي روح لعند بابا، اشتقت له كتير. هلأ أبوك بيجي لعندك ليكو بالحمام. لا ستي أنا بدي روح لعند بابا. ايه هلأ بابا بيجي لعندك. سومان. ايه ماما. شو صاير لأيدك بنتي؟ مبين عليكي ما عم تقدري تشيري لامبير من راسك، امشي. ما في شي، يمكن نايمة عليها. ماشي. شو صاير لفير؟ ما في شي خطير، حرارته مرتفع شوي، رح يكون منيح بعد شوي، لا تاكل هم. بتعرف رح اطلب من شاكتي يجيب له دواء بسرعة. بابا
ايه حبيبي انا جنبك. ايه بس انت مانك بابا. انا هلأ بدي روح لعند بابا لو سمحت. عمتي بعتي رانفير لشي محل؟ مانو بغرفته؟ لا ابني أنا ما بعته برات البيت، هو كان بغرفته. ما لقينا غير الموبايل على التخت. وين ممكن يروح بدون ما ياخد الموبايل؟ لازم يكون هون، دوروا عليه. أكاش خلينا ندور عليه برا. رح روح دور عليه بباقي الغرف. وأنا جاي معك. يلا